هو ده التمثال بجد؟ اهو هو بيدرس اشترى التمثال من العيلة الأمريكانية اللي اشتريته من التاجر الروسي. أنا عرفت إن التمثال ده كان عندهم من سنين. حاولت أشتريه منهم، عرضت مبالغ كبيرة، رفضوا. حاولت أسرقه. ليه؟ كنت خلاص حسيت إني قريب أوي ممكن أتركن على الرف. طبعًا لو التمثال ده في إيدي ممكن أعمل بيه بلاوي. المهم يعني عدت الايام غيروا رايهم وباعوه وقع في حضن سي بيدروس. كده بقى ايه اللي هيحصل التمانية؟ هتجيلهم صدمة طبعا، وصفر نفسه هيخسر كتير من رصيده عندهم. ايه؟ بس شاكك فيه؟ بس حاسس ان انا بلعب عليك و عدو وبابا وكلام الفظيع ده؟